Hello everyone, I am back again with a new lesson which is present perfect. هذا واقيلا هو الدرس اللي خافوا بزاف منه البلاند ولكن هو ساهل. خاصكم فقط تبعوا معايا مزيان في هذا الفيديو. غادي نتعرفوا اولا على الفورم ديالو وامتى تنستعملوه، وغادي نذكر الحالات ديال افيرماتيف انتروجاتيف والنيجاتيف. في نهايه الفيديو غادي ندير بعض التمارين باش نشوف واش فهمتوا ولا لا. اولا الفور ديالو عندنا has plus the verb past participle ولا have plus the verb past participle. امتى تستعملوا has؟ امتى تستعملوا have؟ تنستعملوا has اذا كانت عندنا في subject she or he or it. نعطيو مثال: she has eaten her dinner. She has eaten her dinner. واحد حاجه بغيت نقول لكم، راه ما حفظتوش القواعد ديالكم ودوك الافعال الريغولار فيربس، راه ما غاديش تحاولوا تجاوبوا على هذا الدرس. ضروري تحفظوا دوك الافعال باست بارتيسيبل. الا مشيتوا المقرر ديالكم في الاخر تاع الكتاب غادي تلقاو الافعال مصرفين سيمبل باست ولا او باست بارتيسيبل. ولا بكل بساطه غادي نحط لا ليست اسفل الفيديو باش تيليشارجيوها. في الاخر تاع الكتاب غادي تلقاو eat, ate, eaten, eat, ate, eaten. eat راه في simple past، ما غاديش تفعنا في هذا الدرس. eaten هو اللي غادي نستعملو، هو اللي تحطو هنايا تنديرو has. إلا كانت عندنا she or he و it has زائد هاد الفعل. ولا كانت عندنا you ولا I ولا they ولا we تنديرو have زائد هذا الفعل. بحال I have eaten my dinner. نعاود إلى عندك she he it تنديرو has plus the verb past participle، ماشي في simple past، past participle. ولا عندنا في subject are you they we تنديرو have plus the verb past participle. هادوك غير الأفعال irregular، دوك اللي ما يخضعوش للقواعد. ولكن إذا كانت عندنا الفعل regular تيخضعوا القواعد، كي غادي نديرو في هاد الحالة تاع past participle؟ سهل، مثلا نخد الفعل watch في simple past غادي يكون watch، نديرو فقط ed، راه درت واحد الفيديو خاص simple past. و في past participle نفس الحاجة. regular verbs فقط نضيفو ايدي، ولكن الريغولار خصكم تحفظوهم، ما عندهمش قواعد، راه كاينين في مورا الكتاب. كنتمنى انكم فهمتوا الفورم ديال present perfect. Now we do we use present perfect. من الاسم ديالو غادي تعرفوا بلي انه حدث كاين في الحاضر present perfect، ولكن ايضا راه هو في الماضي. كيفاش؟ راه سهل، يعني انه عندكم ثلاث حالات فاش تستعملوا present perfect. اول حاله ملي تيكون شي حدث طرا في الماضي ومازال مستمر في الحاضر، طرا في الماضي ومازال مستمر في الحاضر. مثال they have been، have been، been راه غير verb to be past participle. عندك to be في simple past، عندك was or were، وفي past participle عندك been. نتمنى انكم فهمتوا. they have been married for nearly 50 years. they have been married for nearly 50 years، يعني انهم كانوا متزوجين ومازال متزوجين، كانوا متزوجين تقريبا حوالي 50 سنة، حوالي 50 سنة. باش درت لكم واحد المثال في simple past باش تعرفوا الفرق بين simple past و present perfect. درت لكم نفس المثال غير غيرت التصريف. في اللو قلت لكم they have been married for nearly 50 years، يعني كانوا تزوجوا في قبل 50 سنة تقريبا ومازال متزوجين. ولكن إذا استعملت simple past plus present perfect غادي تكون they were married
last year. ما درتش for nearly 50 years. غادي نشرح لكم علاش. They were married last year. إلا شفتوا الفيديو ديال simple past غادي تعرفوا علاش درت هنايا واحد عندنا last و last year باين أنه الزمن واضح هنايا. الزمن واضح داكشي عشان نستعملوا simple past. They were married last year. اش يعني هاد الجملة؟ يعني أنه كانوا مزوجين السنة الماضية ولكن ما بقاوش مزوجين. هذا هو الفرق بين present perfect و simple past. هاد present perfect تنستعملوه في شي حاجة طرا في الماضي ومازال مستمر في الحاضر، ولكن simple past حاجة طرا في الماضي وما بقاش. They were married last year ما بقاوش مزوجين، صافي طلقوا. They were married last year. نتمنى أنكم فهمتوا الحالة الأولى. أول حاجة راه خصكم تعرفوا بلي أن present perfect ماشي بالضرورة يكون الزمن تاع الماضي باين باين، حيت انت الا كان باين راه غادي نستعملوا simple past. For nearly 50 years تقريبا 50 سنه هذا مش زمان ما باينش، مازال ما واضح. last year باينه السنه الماضيه يعني 2016 last year باينه، داكشي علاش نستعملوا simple past. اما present perfect ماشي بالضروره يكون الزمان واضح. كنتمنى انكم فهمتوا الحاله الاولى. الحاله الثانيه شي حاجه طرا في الماضي ويلاه تقضى. هذا طرا في الماضي ويلاه تقضى. مثلا جا عندك صاحبك ورا لي واحد الفيديو، واش غادي تقول ليه؟ I have just watched. I have just watched that video. I have just watched that video. يلاه شفت هذا الفيديو، يلاه شتي وعاد جا عندك صاحبك وبغى يوريه لي، تقول يلاه شفتو. I have just watched that video. يعني شي حاجه طرا ريسنتلي تقضى، يلاه تقضى دابا. مثلا I have just smiled. مثلك وعاوتاني وقفت. I have just smiled. يلاه ابتسمت. I have just smiled. شي هنايا ما نقدرش نقولو I smiled ونسكت، إلا كتبت I smiled ووقفت راه خطأ. ما غاديش نستعملو simple past هنايا حيت الزمان ما باينش. هنايا ما كاينش الزمان ما باينش، دونك present perfect هو الصحيح. خاصني ندير I smiled today وشي حاجه. المهم يكون واحد الزمن هنا واضح باش تكون عندنا الحق نستعملو simple past. اما الا استعملنا present perfect ماشي بالضروره يكون الزمن. عاودتها شحال من مره باش تخليكم راس، ماشي بالضروره يكون الزمن واضح، ولكن في simple past هذا شرط ضروري يكون الزمن واضح باش نستعملو. I have just smiled. I have just watched that video. الى تعبتو كتبت لكم I have بهذه الطريقه. هذا فقط شورت فورم ديال I have. I have نقدرو نكتبوها هكا. she has نقدرو نكتبوها هكا. غادي جا درت واحد الفيديو خاص بالشورت فورم وفورم فورم. غتكون على الحالة التالتة اللي هي ماشي بزاف، المهم حاجة تطرا في الماضي وعندو تأثير على الحاضر. I have lost my key. جلات ليا الساروت ديالي، جلات ليا الساروت تاعي. يعني هادي تأثريك على الحاضر، مثلا ما تقدرش تدخل الدار ولا شي حاجة، هذا تأثير الحاضر. باين أن غير باش ما تلفوش راه ما كاينش الزمان واضح، داكشي علاش غادي نيشان غادي نستعملو present perfect. I have lost my key. نعاود الحالة الأولى حدث طرا في الماضي ومازال مستمر في الحاضر. حدث طرا في الماضي ومازال مستمر في الحاضر. هذا حدث يلاه تقضى، يلاه تقضى. I have lost my key حدث طرا في الماضي وعندو تأثير على الحاضر، عندو تأثير على الحاضر. نتمنى أنكم فهمتوا هاد الحالة. كاين هنايا عندكم هنايا just for بحال time markers ديال في simple past. كليكم last إلا شتو غير past ديجا نديرو simple past. هنايا أنا درت ليكم for or since or just، غادي تستعملو present perfect نيشان. ننتقلو الآن لحالة ديال affirmative interrogative and negative. كليكم هنا واحد الجملة بسيطة. حالة affirmative they have spoken. they have spoken فقط نديرو subject زائد present perfect. they have spoken. في حالة السؤال كيفاش غادي نحولو هادي؟ سؤال ساهلة، فقط هاد جوج غادي تكلمو. غادي have they spoken. have they spoken. شوف هنا عندك they have spoken
هنا تهد جوج تقلبو هاف داي سبوكن وفوق تنزيدو علامة استفهام بالطبع. في حالة النيجاتيف تنديرو دي هافنت سبوكن، تهد هافنت هاد هاف تتولي هافنت ولا هاف نات. هافنت راه هي هاف نات، غير فقط انا استعملت شورت فورم ديالها. هافنت هي هاف نات، نقدروا نقولوا دي هاف نات سبوكن او دي هافنت سبوكن. دي هافنت سبوكن. في حالة هازنت راه هي هاز نات. نكتبوا هاد الجملة في حالة شي مثلا شي، اش قلنا ما تنديروش هاف، شي اور هي اور ات تنستعملو هاز بلاست هاف. هاز شي هاز سبوكن رايت، شي هاز سبوكن. نحولوها حالة انتروغاتيف رايت، هاز شي سبوكن. فقط هاد جوج هيتقلبو هاز شي سبوكن. هنايا ها نديرو شي hasn't or has not. She hasn't spoken. She hasn't spoken. راه غادي نقدروا نديروا هنايا اسم مثلا احمد، نبدلوا كاع الجمله هنايا. احمد has his، نقدروا احمد نعوضوا بلاصتها هي. احمد اور هي، احمد has lived، has lived here ولا or there. احمد قد عاش هناك، احمد قد عاش هناك شي مدينة حنايا. المهم احمد has lived there. نحولو على الانتروغاتيف، اش غادي تكون right. فقط هاد جوج يتقلبوا subject مع has or have، وملي يتقلبوا غادي تولي has. احمد احمد تتخليوها هادي كيما هي left there. نزيدو علامة استفهام has احمد left there، has احمد left there. نحولوها للنيجاتيف، احمد hasn't left there. ندير شي اسماء اخرى. My friends، نفس الجملة ونبدلو فقط السبجكت my friends. my friends جمع ماشي friend، my friends يعني غادي تولي has or have right have. علاش؟ حيت my friends نقدرو نعوضوها they، و they تتكون معاها have. My friends have left dear. هنا نعاودوها هنايا نادي نحول الانتروغاتي ساهل، فقط هاد جوج يقلبو have my friends left there. have my friends lived there. حياة نيجاتيف my friends haven't
haven't, ماشي hasn't, haven't. Left there. اتمنى انكم فهمتوا حالة affirmative و interrogative و negative. راه ساهل. دي have spoken. Interrogative فقط هاد الشجرة تقلبوا تنضيفوا علامة استفهام وفي النيجاتيف تنديروا haven't plus have or hasn't plus has ولا haven't تنديروا بلاصتها have not ولا has not هذا فقط short for ديالهم they have spoken have they spoken they haven't spoken now غادي ننتقلوا بعض التمارين باش نشوف واش فهمتوا نيت ولا لا. قبل ما ننتقل لبعض التمارين كتبت لكم تايم ماركرز. تايم ماركرز هما الكلمات اللي الى بانوا لكم في الجمله غادي تستعمل النيشان بريزنت بيرفكت. عندكم فور سو فار اور سينس يت ايفر نيفر اوريدي ليتلي اور جاست. كاينين بزاف نقدر الاستاذ ديالكم يعطيكم اخرين بلا هادو اللي كتبت لكم. المهم ننتقلوا الان للتمارين. اول حاجه راه ماشي بالضروره الا ما بانتش لكم هادي راه ما غاديش تستعمل بريزنت بيرفكت. يقدر يكون جمله غادي تستعمل فيها بريزنت بيرفكت ولكن ما كاينينش فيهم هادو. هادو غير فقط يساعدوكم الا بان الا بانت لكم في الجمله نيشان تستعملوا بريزنت بيرفكت. ننتقلوا الان للتمارين ديالنا. تمرين بسيط باش نشوف واش فهمتوا حاله تاع افيراتيف انتروغاتيف و نيجاتيف. كتبت لكم they ask a question. هاد الجمله دابا بغيتكم تحولوا عليا في حاله افيرماتيف. they ask a question of course حاله افيرماتيف بريزنت بيرفكت. كي غادي يكون عندكم they الوغ غادي تكون have ماشي has. they have ask راه هو regular verb. regular يعني كيخضر القاعده البسيطة اللي فقط تزيدو إيدي الأس. صافي دي عفوا دي هاف هاد أسك تنزلو ليها إيدي أسك مي هاف أسك أكواشن. ننتقل الآن للجملة الثانية. علي speak English. علي speak English. علي غادي نستعملها has or have. right has حيت علي نقدروا نعوضوها بهي وهي تستعملوا معها has ماشي have. speak ماشي regular verb هو irregular هو من دوك الأفعال اللي خصكم تحفظوهم وأصلا ديجا كتبت لكم هذا في واحد الكتاب قبل. ألوغ speak past participle غادي يكون spoken. spoken ماشي spoke. spoke هو في simple past حنا هامنا دابا past participle spoken. الو علي has spoken English بسيطة. علي has spoken English. الجملة الثالثة I'll be in my room I باينة تستعملو معاها have verb to be راه ديجا كتبتو ليكم نيت هو أيضا irregular من الأفعال اللي خصكم تحفظو غادي تولي في past participle been I have been in my room I have been in my room. لي بغيتكم تحولوا هاد المره للسؤال في حاله انتروغاتيف. عندكم يو ايفر رايت ا بوين. يو ايفر رايت ا بوين باش تسهل عليكم حولوا ولو لحاله افيرماتيف من بعد قلبوا دوك جوج كيما شرحت لكم. نحولوا دابا افيرماتيف. عندكم يو يعني غادي تكون عندك هاف
غادي تكون ever غادي تكون بين have وداك الفعل you ever ride ride هو irregular ride irregular تيكون غادي تبقى simple past تكون world وفي حالة past participle اللي هو اللي بغينا دابا هتولي rather هذا هو اللي بغينا الو كتبتيكم كل شيء you have ever written a poem هذه يلا حالة affirmative الجملة عادية you تدلو subject have ever written a poem هاد ever هذه تكون بين have و الفعل و written have ever هذا فاش يكون بيناتهم بين have و الفعل you ever you ever you have ever written a poem دابا نحولوا هذا السؤال يو و هاف غادي تقلبوا غادي تولي have you ever written a poem have you ever written a poem نكتبها هو الاول في حاله افرماتيف باش تفهموا كتبت يو have ever هذه راه اصلا ماشي صحيحه you have ever write a point باش تحول السؤال هاد جوج بغيتهم تخصو لي تقلبو ولي تولي have you ever write a point نفس الشيء المثال اللي بعد منو عندكم students finish their homework جملة بسيطة students finish their homework students غادي نستعملو معاها have right علاش حيت students نقدرو نعوضوها ب they students finish their homework finish fair regular فقط نضيفو ed finished their homework alors ولو نحولو affirmative باش يبان لكم students لكن ماشي هادشي اللي بغيت هذا راه حالة affirmative انا بغيت في حالة interrogative فقط students و have غادي تقلبو و غادي تولي have students finished have students finished their homework و نضيفو علامة استفهام عشان انا كنت فهمته فالجملة الأخيرة هي حالة نيجاتيف لا not we not wash the car we بينا غادي نستعملو معاها have و wash راه هو regular فقط غادي نضيفو ed جملة في حالة نيجاتيف ما غاديش نديرو have غادي تولي haven't or have not we have not washed the car or we haven't washed the car we haven't washed the car أتمنى أنكم فهمتوا هذه الأمثلة ببساطة نتلقاو إن شاء الله في درس جديد وهو Present Perfect Continuous